زيزي شاركت الحلم، حلمت أني شفت لاعب كرة قدم مشهور اللي هو ميسي، معاه مجموعة من الأسماك سمكة، مجموعة سمكة، وأنا عندي 5 سمكات ومع كيس حقه، وهو كلما أحد يسلم عليه يعزم على سمكة، وهو واقف الناس يحيوه وأنا أشوفه يبتسم. وصحيت، عمري 30 سنة، متزوجة ولدي بنت. يعني انت قلتي متزوج ولديك بنت، بس ما قلتي لنا موظفه او غير موظفه، ما ادري ليش دائما يكون في تقصير في بعض الجوانب في الحلم. اللاعب هو شخص ينتهز الفرصه المناسبه، وبما انه لاعب مشهور جدا فمعناته هو مكان او مركز عمل او شيء من ذهب له يجد فرص قويه او فرص معينه مميزه او ممتازه. فهو اعطى لكل شخص سمكه، معناته شخص كريم، يعني معناته جهه او شركه تعتمد العمل معها او تعمل معها الفرص او الحظ او النصيب او الاختيار، وانت وهم اعطوا ناس كثير، وانت اصلا معك سمك، انت مش محتاجه لحظ، لانه انت ربنا سبحانه وتعالى فاتح عليك اوريدي امور الدنيا والاخره، ولكن هاي اضافه فوقها. فاذا عرفتي او تولد شيء مثل هذا القبيل في حياتك فاذهبي له، اذا كان في معروف شخص كريم، شخص يحقق امان الناس، يحاول يساعدك، فاذهبي له فلن يردك خائبه، والله اعلم.